تحديدات على يد الدوحه التي حدثت في الشهر. فريق الميدان هنا محاوله بواسطه لعبه موكوكو بعد العوده فقدت فريق اتحاد طنجه عكسي دبي حاول ان يسجل اكيد وصلت ولات من الفريقين هنا تدخل من طرف لاعب علاء صباحي لكي تلقى الاداره التالي ما يعني الطرد وبالتالي اكيد 10 ديال اللاعبين في صفوف كل فريق هنا فرصه وايوب الكعبي يتدخل يشيل الهدف الاول لفائده فريق الوداد. ايوب الكعبي يرفع الرصيد ديالو لصداره هدافيه الدوري الاحترافي 17 هدف هنا فرصه راسيه لزين الفوار يدخل الى الشوط كره تمر فوق الاربع دائما الضغط من فريق الوداد تسديد امين فرحان الكره كذلك مهندس تحقيق وضح تواصلت محاوله فريق الوداد من اجل تسجيل هدف التعادل اكيد المحاولات اللي بقات تعلمها الدفاع يقوده الحاج يوسف الفراطي فيما اكيد التعليمات ديال الدرس مرابط من المدرجات من اجل القيام بالتغييرات تغييرات اكيد اللي اعطت الموقف ديال افروك اللي تابعوا اكيد محاوله اللي كعبيلي متمكن من التسديد محمد عجيبي هنا الغياب محمد عجيبي يدخل داخل المراك يمرر ويوسف انوار يتمكن من وضع الكره في اعشاب الهدف الثالث لفائده فريق اتحاد طنجه. فريق الوداد واصل محاولته واللاعب يتمكن من تسجيل الهدف التالي 3-2 في الوقت فريق الوداد حاول انه يسجل هدف التعادل كان هناك انطلاقه للاعب موكوكو لاعب الكوميدي بالسرعه ديالو تمكن من الدخول داخل المعترك لتسجيل الهدف الرابع هو انتصار فريق اتحاد طنجه.